طبعا احنا بنستعد او بنتوسع عشان تكون عاصمه العالم لطاقه الرياح، مشروع كبير جدا ومشروع مهم للغايه، كان لازم طبعا يفوز في هذه المسابقه الدوليه. بنتكلم في 290 توربينه موجودين، اجمالي 580 ميجا وات من الكهرباء. تم ربط توربينات كتيره جدا او عدد كبير من هذه التوربينات تم ربطها بالشبكه القوميه للكهرباء. كمان فيها منظومه رادارات اليه لمراقبه الطيور المهاجره، بتتوقف هذه الطواحين، طواحين الهواء تتوقف تلقائيا بمجرد ما تشوف الطيور المهاجره، وده طبعا حفاظا على التنوع البيولوجي. لسه بنتكلم طبعا عن الاستعدادات الخاصه بمؤتمر المناخ. تم تنظيم ندوه بعنوان تغيير السلوكيات من اجل مواجهه التغيرات المناخيه. الندوه دي بتناقش اولويات قضيه المناخ في مصر والعالم كله، وايه كمان السلوكيات اللي بتقدم حلول للتكيف والتخفيف من اثار التغيرات المناخيه. For today's seminar, The Road to COP27, Addressing Climate Change in Egypt. We need to do. نحن حريصون على أن يكون الأطفال في صدارة السياسات الخاصة بالتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية في التعليم والحماية الاجتماعية، حتى يتمكنوا من التأقلم مع التغيرات الحادثة في المناخ. أما بالنسبة للسلوك فيبدأ من السن الصغير. ينبغي أن يتعلم الأطفال سلوكيات بعينها، ومن المهم أيضا هو أن نتعرف على أسباب المشكلة التي أدت إلى هذه التغيرات المناخية. وأعتقد أنه من السلوكيات المهمة جدا التي من السهل أن يتعلمها الطفل في سن صغيرة، سلوكيات ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الهواء، وأن يعرف الطفل كيف يتخلص من المخلفات بشكل سليم أو يعيد تدويرها. احنا طبعا مشاركتنا النهاردة في الندوة كوزارة البيئة يعني وكمنظمين بالتعاون مع الخارجية لمؤتمر تغير المناخ، كان الهدف النهاردة ان احنا نبين جهود مصر في تصدي لتغيرات المناخ. واتكلمنا في الندوة النهاردة على ان في جهود اتقامت على المستوى السياسي من خلال اطلاقنا لاستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 او خطة المساهمات الوطنية 2030 اللي احنا بنحط فيها قطاعات معينة نقلل فيها الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون، أو على مستوى التطبيق طبقنا مشروعات العديدة على المستوى الوطني أو على المستوى يسموه المؤسسي، أنشأنا المجلس الوطني لتغيرات المناخ. فده كان مهم جدا النهارده نعرضه على كل الجهات الحاضرة ونبينه برضو للمجتمع الريسيرش أو المجتمع العلمي. دي الجهود العملية اللي على الأرض، وبنرضوا بندعوهم ان هم يشوفوا يكون لهم بارت في ايجاد حلول لقضايا تغير المناخ، سواء في تاثيرها على الميه، تاثيرها على المناطق الساحليه، تاثيرها على نقص الطاقه. فطبعا مهم جدا لان الساينس اند تكنولوجي او العلم والمعرفه مهم جدا جدا في ايجاد الحلول. عشان كده كانوا بيتكلموا على النهارده على اللي هو الحلول المبنيه على اسس علميه، وطبعا ده كان مهم يعرفوا هي ايه اولا المشاكل عشان يقدروا يشتغلوا على الحلول.